مرحبا. فكرة مجموعة الديكتافون طلعت معنا بسنة 2009 بشقة بلندن. وقتها قررنا نعمل مشروع همه الشأن العام بلبنان، نجمع من خلاله البحث المديني والفن الحي البرفورمانس، مجالين مرتبطين باختصاصاتنا ودراستنا. ولأن لقينا أنه النوعين من الممارسة بيهتموا بالمكان وبالحيز العام، وإذا انجمعوا مع بعض بيصير في عنا دراسة عن المكان، بس بيصير عنا كمان تدخل مباشر بهذا المكان. حطينا أهداف محددة نشتغل كرمالها، ونوع من المانيفستو وقت بلشنا شغل. قررنا نرتكز على أبحاث لنعمل مشاريع فنية تجريبية ونشاركها مع الناس، أولاً بالعربي حتى لو رجعت ترجمت للغات تانية، ونستعمل لغة وبصريات غير إقصائية كل العالم تفهمها، وبأماكن عامة مفتوحة للجميع برات حدود وجمهور المؤسسات السقفية. وعدنا حالنا كمان أنه نطلع برات بيروت، لأنه منعتبر أنه صناعة الفن وصناعة المعرفة كتير مركزين على العاصمة وبيتناسوا الأطراف. اليوم رح نحكي عن الأطراف، الأطراف اللي نحن جايين منها، عكار، الجنوب والجبل، أطراف المدينة والحدود الداخلية والخارجية. رح نشارككم ببعض القصص اللي صارت معنا ضمن خلال شغلنا بالست سنين اللي مرقوا. بعضهم اشتغلناهم أنا وعبير، وبعضهم اشتغلناهم مع بترا، مثل مشروع لا شيء للتصريح يلي عم ينعرض هون ضمن معرض أشغال داخلية، يلي هو بالغرفة مقابلة لهون، وهو عم ينعرض باللغة العربية وبعدها باللغة الإنجليزية. في جدول برا بس مش دايماً بيمشي شكله على الجدول. صوت منيح ولا كتير أكو؟ في نظرية بعلم النفس بتقول إنه بحالات الصدمة القوية لنقدر نخلص حالنا، منقدر للحظات نظهر برات جسمنا ونشوف شو عم بيصير معنا تحت، هيك لنقدر نستوعب حجم الصدمة ونحمي حالنا. قررنا نعمل هيك بأول مشروع اشتغلناه سوا. اعتبرنا إنه مدننا بتحمل كتير من مواصفات واحتمالات التروما. أخذنا جمهور بتلفريك، طلعنا سوا 500 متر فوق الساحل، مشينا بالجبل، أخذنا نفس عميق وطلعنا على المدينة. كان كله يعني مرتكز شوي منطلقين من جملة قريناها بكتاب لجات تابت بيقول: المشكلة الآن معرفة إذا كان ما زال بإمكاننا أن نتخيل المدينة. ركبنا هذه الخريطة من صور جوية للمدينة بسنة 65، وحددنا الحواجز البحرية يلي تكاثرت من الستينات لليوم بين البحر والسكان. كان هيدا أول مشروع منحاول من خلاله نفهم كيف مدننا، مدن متوسطية بس برمت ظهرها للبحر، حولت علاقة السكان مع الشط من علاقة حميمية ويومية لعلاقة استهلاكية ونخبوية، وكيف كمان فضلت المشاريع العقارية الخاصة ومجال الاستثمار للطبقة الحاكمة بدل الحياة الصحية للأغلبية. العرض أخذ الناس بمقطورة التلفريك وشاركهم هذه الأفكار على شكل رحلة سياحية، بس رحلة سياحية بديلة تحكي تاريخ فساد وحرب وتسلط ميليشياوي على الشط. الرحلة بتدعي الناس على أنهم يقولوا اللي بدهم إياه، لأنه فعلياً هن معلقين بالهواء بالتلفريك، منهم داعسين على الأراضي اللبنانية، وبالتالي ما بيلحقوا الرقابة. بتدعيهم لتفكيك المنظر من فوق وتركيبه بالطريقة اللي هن بدهم إياها، كخطوة أساسية وأول تجربة لنا لإعادة تخيل المدينة. كمان هذا كان أول مشروع منشتغله بيسمى خاص بالموقع site specific، بيستعمل المدينة كلها كسينوغرافيا للعرض، مع الأصوات اللي فيها، مع الأضوية حسب أي
وقت بنهار مع المارة اللي قاطعين اللي أوقات بيفرضوا حالهم على العرض وبصيروا جزء أساسي من العرض. ضوى هذا المشروع على عشوائية القرارات السياسية بلبنان. مثلاً على سبيل المثال، شهدت جونيا خلال الحرب الأهلية تضخم سكاني وتغيرات عمرانية شرسة. وقتها اعتبرت المدينة عاصمة بديلة للمسيحيين ومنفسهم على البحر. خلال الحرب تعمرت أغلبية المشاريع السياحية المتعدية على الشط، والبعض منها تعمر على خط السكة تبع الترين. بس هيدي التغيرات ما صارت بس خلال ومن وراء الحرب. هيدي بتلحق تنظيم مدني بيرجع لسنة 62 بيسمح انه يستفاد من 80% من مساحة العقارات، وهي نسبة كتير عالية. هيدا الشيء ادى لتشويه الجبل اللي هو بوجه الساحل بوجه البحر، وتحول من احواش صنوبر للحالة اللي هو عليها هلا. المهم الخبرية بتقول ويا لسخرية القدر انه بسنة 1995 كان رئيس مجلس النواب نبيه بري عم يتغدى بمنتجع بالاتسال يلي هو كمان من اول المشاريع اللي شوهت شكل خليج جونيا اللي بالسابق كان قايل عنه الكاتب الفرنسي لامارتين انه اجمل خليج بالعالم. تفاجأ بري بمنظر الجبل اللي عم يتكسر بوجهه، ويقال انه قرف. وهيك طلع القرار بالحد من العمار بجبل حريصة وإعادة النظر بقوانين التصميم التوجيهي للمنطقة. حالياً أكثر من 80% من المساحة الساحلية من ميناء جونيا لمطار بيروت هي ملك خاص، بتعود ملكيتها لأصحاب رؤوس الأموال وبعض أصحاب السلطة السياسية. هيك صرنا نشوف المدن اللي اشتغلنا فيها امتداد لمشاكل العاصمة ولسياسات رسمية بتقطع علاقة الناس بالبحر. اختيارنا للتلفريك كمان كان لأنه هو بيستعمل كمان كوسيلة نقل للعالم اللي بيطلعوا بيزوروا مزار حريصة، وكمان لعالم ساكنين بحريصة وبيشتغلوا بجونيا وبيستعملوه يومياً ليطلعوا لأنه أسرع سيارة. اهتمامنا بالنقل العام أو عدم وجوده كامتداد لاهتمامنا بالحيز العام أو عدم وجود أماكن عامة مفتوحة للجميع رح يبقى معنا بالمشاريع اللي رح نعملها بعدين. ما رح نقدر نحكي عنها كلها اليوم، بس كنبذة سريعة، صارت هيدي المشاريع بمقطورة التلفريك بشخطورة صيد، صارت كمان بواحد من الباصات الغير صالحة للعمل المصفوفة بما يسمى مقبرة الباصات بمنطقة مار مخايل. كمان حدثت على سكك على طريق السكك الحديدية تبع القطار اللي تسكرت تدريجيا بين اللي توقف القطار تدريجيا بين السبعينات والتسعينات، وكمان مشي كوسيلة نقل مع جمهور محاولين على طول نلحق رصيف عم بيتضاءل ويختفي بالمدينة يوم بعد يوم. المدينة من حيث غير مرغوب فينا. تعرفنا مرة على أبو حسين لما كنا قاعدين بالقهوة عند أبو عضل بالدالية. خبرنا أنه هو من الصيادين العشرة يلي زعبون من غرفهم البحرية يلي كانت تحت الجران كافيه. كان صار لهم 40 سنة هنيك، والقهوة كمان كانت موجودة من زمان بس كان شكلها غير. بال2001 قرروا أصحاب الجران كافيه أنه يغيروا الواجهة ويعملوا ديكور جديد ليصير المحل كلاس، هيك قال أبو حسين. قال الزباين اللي صار مرغوب فيهم ما بيتماشى وجودهم مع صيادين معترين مثلنا، فعملوا واسطة وشالوا أبو حسين وصيادين غيره ونقلون على الدالية بتعويض 4000 دولار على الواحد. اليوم عم بيواجهوا صيادي الدالية معركة مماثلة. المينا يلي عمره من الخمسينات مهدد بمشروع عقاري عم يتخطط على أرض الدالية. كل موقع على شط بيروت عنده قصة عن كيف الشط عم بضيء على الصيادين. بس الإغلاق الممنهج للشط ما انحصر تأثيره على الصيادين فقط، كمان أثر على علاقة شريحة كبيرة من الناس بالبحر.
كان عنا سؤالين أساسيين حابين نجاوب عليهم بمشروع هذا البحر اللي انعمل بال2009. كيف صارت هالمنتجعات؟ وكيف فينا نخلق تجربة وعلاقة للجمهور مع البحر تتخطى الحدود اللي انفرضت علينا؟ قررنا يكون المشروع عبارة عن رحلة بناخد فيها الجمهور بقارب صيد انطلاقاً من ميناء عين المريسة لميناء الدالية، بمحاولة لرسم تاريخ وواقع كل موقع على شط بيروت. بلشنا بالزيتونة باي يلي كان راسم حدود كتير واضحة بتمنع الدخول عليه، يلي هو من هذه الجهة من الخريطة، وكملنا على منتجعات يلي من خلال بحثنا عليهم سمحت لنا نفهم إنه مش كل شيء صار على الشط من منتجعات وتعديات كان فقط نتاج عدم وجود الدولة أو عدم وجود القانون خلال الحرب الأهلية. قدرنا نفهم إنه جزء من هول المنتجعات مثل مثلاً السبورتينج والريفيرا وبحر الجامعة الأمريكية نعملوا بفترة الستينات لما طلع مرسوم بيسمح إنه يصيروا. لازم نعرف شوي إنه بوقتها بيروت كان عم يتم ترويج إلها إنه هي صارت إنه هي مدينة ساحلية بتضاهي المدن الأوروبية الساحلية بالسياحة، وكانت السياحة والخدمات عم ينحطوا كأولوية للنمو والاقتصاد. فبوقتها طلع كتير قوانين يلي بتسمح البناء على الشط، واحدة منهم المرسوم اللي طلع بال 66 ويلي سمح لأصحاب العقارات الموازية للشط بأنه يشغلوا الأملاك العامة البحرية ويستفيدوا منها لربح خاص لا تشجيع السياحة بالبلد. فمن هول المنتجعات مثل ما قلت أنه السبورتينج والريفيرا والبحر الجامعة الأمريكية خلال الحرب بتخطوا شو اللي كان مسموح فيه وراحوا بتعديات أكثر من ما شو بيسمح القانون، بس كانوا مرتكزين على هيدا المرسوم يلي بيتناقض تماماً مع مفهوم الوصول الحر للبحر. المفارقة أنه أكترية التعديات اللي صارت على شط بيروت صارت من بعد ما خلصت الحرب الأهلية. فمنشوف كيف الحمام العسكري ومنتجع الموفامبيك كلهم تعمروا بعد الحرب، ومحلات مثل الدالية والرملة البيضاء يلي مبين بهيدي الخريطة أنواع ملكيتهم، فبالأزرق الغامق هو ملك شركات عقارية، تم شراءهم كمان بالتسعينات مع تغيير بالقوانين كرمال يسمح أنه يصيروا جزء من الحيز الاستثمار. رسمنا هالمعلومات على الخريطة اللي شايفينها يلي وضحت كيفية تقسيم الشط وخلق حدود على طوله، والعرض التفاعلي يلي قدمناه للجمهور سمح فرصة لإعادة بناء اتصال مفقود مع البحر خارج التجربة المهيمنة للمنتجعات الخاصة. مستخدمين المادة البحثية والقانونية كسلاح خلال العرض، أخذنا الجمهور بشخطورة صيد وتوقفنا عند كل منتجع كأنه رحلة سياحية بديلة. عبرنا الحدود يلي عاملتها كل منتجع الخاص وسبحنا مجاناً بأماكن عادةً ندفع عليها لنفوت، وحطينا جسمنا وجسم أفراد الجمهور بأماكن غير مرغوب بوجودهم، وتحول العمل لفعل احتجاجي بيهدف لاستعادة البحر والأماكن العامة المسلوبة، والأهم أنه شفنا المدينة من وجهة نظر البحر. الحدود الشرقية قصص ريع. مع بدء تحضير العرض لا شيء للتصريح، قررنا نروح كل وحدة بطريق للخط المحاذي للترين لنبحث عن تاريخ سكك الحديد ونكتبه بطريقتنا من خلال بحث ميداني منجمع فيه قصص ووثائق بالإضافة لمشاهدتنا للأماكن يلي عم نزورها. فتانيا طلعت شمال عبير جنوب، وأنا رحت باتجاه الشرق من مار مخايل للنهر على رياء البقاع. هيدي الطريقة بالبحث تبعناها بكل العروض تقريباً، إنما بهيدا العرض قررنا نوثق رحلة البحث ونستعمل كل شيء جمعناه بنص بخبر تاريخ بلد من خلال سكك الترين يلي كانت توصل لبنان بالبلدان المجاورة. برحلتي من محطة مار مخايل مرقت على المحطات الترين يلي بالحدث، بعبدة، الجمهور، عريا، علي، بحمدون، صوفر، مديرج، دهر البيدر، مريجات، شتورة، معلقة زحلة، سعد نايل، لحد ما وصلت عريق. مساحة خضراء واسعة فيها ترينات مصفوفة، حدون الترينات مصديين، ووصلنا لقينا خواريف عم ترعى بين
ترينيت مثل ما شايفين. في المبنى الأساسي اللي فيه مقطورتين مصفوفين بعدهم، وفي مبنى كبير للمحطة اللي كان هو المصنع، كانوا يصلحوا فيه ترينات ويعملوا فيه، كانوا يصنعوا فيه ترينات. وبكل المساحة الخضراء بتلاقوا ترينات واقفة، كأنه وقف الزمن بلحظة ما كانوا محضرين له. هيدي اللحظة هي مثل كل لحظات يلي بخبروها بعد الحرب الأهلية، إنه تركنا كل شيء بأرضه وهربنا. هيك صار برياق، كل شيء انترك بأرضه، بس نزاد عليه تاريخ عنيف من تعذيب معتقلين بالمقطورات، سرقة ترينات وعدة مصنع، حرق مواد وملفات ووثائق خاصة بالمحطة بعد دخول الجيش السوري بالحرب الأهلية وتمركزه بالمحطة وتحويلها لمركز المخابرات الأساسي بلبنان. هذا التاريخ العنيف خبرونا إياه أهل منطقة رياق، وعاملين سابقين بالمحطة يلي شهدوا على هالأحداث من لحظة دخول الجيش السوري على المحطة للحظة خروجهم بال2005. كانت محطة رياق من أول وأكبر محطات القطار بلبنان، تعمرت عأيام العثمانية وكانت نقطة وصل بين لبنان، بين بيروت والداخل العثماني، لنقل البضائع اللي بتوصل على مرفق بيروت من أوروبا. بأيام الانتداب الفرنسي ازدهرت منطقة رياق، لأنه كان مطار رياق هو قاعدتهم الجوية للفرنسوية الأساسية بلبنان وسوريا، فعشان هيك كان اهتمامهم خاص بمنطقة رياق. فمثلاً عملوا تخطيطات للطرقات الرئيسية برياق، عملوا مركز للبحوث الزراعية، عمروا بنايات جديدة بعدها هلأ موجودة من العشرينات، وحتى أنه غيروا اسمها للمنطقة، كان اسمها حوش حولا، صار اسمها رياق من كلمة راي، ريل بالفرنساوي. مساحة المحطة نسبة لمساحة رياق مثل ما شايفين، وفيني أبرم أنا وأحكي، هي مساحة صغيرة بس كانت أساسية بإزدهار المنطقة كلها. فانتقل كتير ناس من المناطق البقعية على رياق ليصيروا يشتغلوا فيها، من يا بالزراعة يا بالمطار يا بالمحطة، وهيك زاد عدد سكان المنطقة وتوسعت المناطق العمرانية. بس بعد الاستقلال، حسب رأي مرة التقينا فيها بالرحلة، بتقول أنه تحولت المنطقة من بلدة خدماتية مزدهرة بالبقع ل منطقة حدودية مهمشة. هالمحطة يلي كانت توصل لبنان بالداخل السوري ومنه للدول العربية تانية ولتركيا وأوروبا، ما كانوا الناس بحاجة لتأشيرات دخول، كان القطار يقطع حدود ما كان اسمها حدود. بس برحلتي على البقاع ضمن مشروعنا حتى على الحدود الشرقية ما قدرت أوصل. هيدي الحدود هي مش مثل الحدود المصنعية اللي هي مناطق قاحلة، هيدي حدود خضرة، هيدي حدود صارت مساحات متخيلة من معارك، من انتقال مقاتلين بالجهتين بدون تأشيرات، مساحات ما منعرف عنها إلا من قصص بخبروها أهل المناطق الحدودية والأمن يلي عامل دور المتفرج. وحتى هالقصص هي جاية من أخبار سامعينا مش من صور، وما بتتعلق بأي صورة. فهيدي الحدود صارت حدود متخيلة لمساحة كانت مفروض تكون مساحة مرور أو انتقال أو تنقل، لمساحة حدود اللامرور. بين محطة رياق ومحطة سرغاية اللي بتوقع بالضبط على الحدود الشرقية، شفت قطارات رايحة على طول الطريق بس واقفة، متجهة نحو سوريا بس وقفت، مثلي متجهة نحو سوريا. هن وقفوا بلحظة ما، وأنا وقفت بلحظة ما. وقفت لأنه ما بقدر أوصل على الحدود، لأنه مثل ما خبروني
في معارك بين حزب الله والجيش الحر بوقتها. وقفت وتذكرت قصة آخر ترين قطع على الخط الشرقي سنة 1976. بهالكلمات بخبر سائق الترين القصة. طالع من بيروت، بوصل على كرم الزيتون، بلاقي النار وشعلانة على الخط ومسلحين من هون ومن هون. بيقولوا لي ارجع. برجع، بطلب لمحطة بالصفيرة وبرجع أنا ريا. بيبعتوا فرقة 16 بيطفوا النار على الخط وبيقولوا لي فتح، فيك تطلع. حملت حالي وضليتني طالع. طريق فاضي، بوصل على الحدد، ما في حدا، عارية، ما في ناس بالطرقات بالمرة، بعلايل مأمير فلين. بوصل على المريجات، بشوف مرة بتقلي ولا يا معتر وين رايح؟ وين رايح؟ الصواريخ قايمة وقاعدة بزحلة. ضلني ساحب على سعد نايل، بوصل بلاقي الدوشكيات والمسلحين واقفين على الخط. فتحت الصفيرة وضليتني ساحب هالمكنة لصاروا ينطوا يمين وشمال. وصلت على رياء، كبيت التراني برياء وهي كانت بعد التراني مصفوفة لهلأ، مطرح ما تركتها. مشيت على نفس الطريق اللي مرق عليه آخر ترين على خط جنوب سنة 82 بعد الاجتياح. بهالكلمات خبر سايق الترين القصة. طلبت مني مصلحة السكة وصل فيول من معمل الزهران إلى محطة الكهرباء بالجية. أخذت معي عمال ليشيلوا الحشيش على خط السكة اللي كان له أكثر من شهر مش مستعمل. كنت عم سوق الترين ومن بعيد شفت جنود إسرائيلية. صاروا يقوصوا. أنا زمرت، مديت إيدي من الشباك، قلت لهم شو بكن؟ طلعوا اثنين، عسكري منه بيحكي عربي. قال لي وين رايحين؟ قلت له رايح جيب فيول من الزهراني عشان الكهرباء. قالوا مين قالكن؟ قلت له أمر من كفر فلوس. الكابتن راح يتلفن على كفر فلوس ورجع يقول لي يلا روخ. وقفت، صرت اتطلع فيه وقلت له يا كابتن، أنا كابتن مثلك، أنت بتسوق طيارة وأنا بسوق ترين، ما بيقولوا هيك روخ، مش رايح على المدرسة؟ اتضحك وصار بده يتصور معي. كملنا طريقنا على الزهرانة، عبينا 1500 طن فيول للكهرباء، وهيدا كان آخر ترين قطع خط جنوب. مشيت على نفس الطريق اللي مرق عليه آخر ترين قطع خط الشمال سنة 1989. بهالكلمات خبر سائق الترين القصة. طلب مني المدير العام افتح خط ترين من الدورة على البترون. قلت له كيف بدك اياني اروح على البترون؟ في سوريين هونيك. قال ما تخاف، معهم خبر انه رح تمرق على حاجزهم على الجسر المدفون. قمنا رحنا على الطريق، قطعت على حاجز للجيش اللبناني، قطعت على حاجز للقوات اللبنانية، وصلنا على حاجز الجيش السوري. قلت له مرحبا، انتم معكم خبر انه انا رح اقطع؟ ايه بدي اروح على ترين، لو في مجال بليز لو سمحتوا بتشيلوا لنا هالكياس الرمل من على السكه. قال ايه في مجال. شالوا كياس الرمل وفتنا على البترون. فتت على البترون وكان المشهد كانه شي فيلم سينما. صارت العالم تكب رز وتزلغط وتزقف، وانا كبست ايدي على الزمور وبلشوا يشوشحوا لي. حرام فكروا انه خلصت الحرب لانه شافوا الترين فات لعندهم. تاني يوم قمنا اخذنا نفس الطريق، وصلنا على حاجز المدفون. كانوا حاطين شو بيقولوا لهم؟ دوشكيات. قلنا لهم ايش في يا عمي؟ قال ايش في يا عمي؟ بدنا نفوت على البترون. قال معك امر؟ قلت لهم ايه اكيد معي امر. قال من مين؟ قلت لهم من الدولة. قال من الدولة؟ ضحك العسكري السوري، قال له هيك هيك وهيك فيك وبهالدولة، رجع لورا رجع. حملنا حالنا ورجعنا لورا اونارير كل الطريق. قطعنا على حاجز الجيش اللبناني، قطعنا على حاجز القوات. ضحكوا علي قالوا لي شو بين راجع رجوع. وهيدا كان آخر ترين قطع على خط الشمال. خريطة شخصية لصيدا. الملفت بصيدا انه عم بيصير فيها هلا يلي صار ببيروت بالتسعينات.
صورة جوية حالية للمدينة كفيلة إنه تفرجي هذا الشيء. سنسول كبير لليخوت ونفايات عم تنطمر بالبحر لتصير ردمية بمساحة 650 ألف متر مربع، واحتمال مشروع فندق على الشاطئ الشمالي للمدينة. نقطة انطلاقنا بمشروع صيدا كانت صور قديمة لقيناها بالمؤسسة العربية للصورة، ملتقطها هاشم المدني لمساحات عامة بصيدا بالخمسينات والستينات. كانوا مهمين لنا هالصور مش من منطلق النوستالجيا للماضي، بس لنستعيد أماكن وممارسات عامة تم القضاء عليها بشكل عنيف. اشتغلنا مع مجموعة شباب وصبايا من صيدا وعملنا بحوث عن تاريخ هالأماكن. واحدة منهم مثلاً بحر العيد يلي كان عبارة عن مكان لاحتفالات عامة بتصير بعيد الفطر وعيد الأضحى على مساحة كبيرة ممتدة بين المدينة القديمة بصيدا والميناء. هيدي المساحة اللي شايفينها بهيدي الصورة تم القضاء عليها تماماً لما انفتح أوتوستراد بالتسعينات ب92 تحديداً ليوصل اللي هو كان الأوتوستراد الجنوبي، وقرروا يمرقوا بالمدينة القديمة وبمكان بحر العيد، وفصل المدينة القديمة تماماً عن البحر وهدم أجزاء كبيرة منها. فطورنا الشغل على صيدا من خلال أماكن محددة يلي من خلال المشاركين بالمشروع يلي هن من صيدا فكرنا شو فيهم وشو أهميتهم. فكل شخص بالمشروع قرر يشتغل على منطقة. الكنايات مثلاً يلي هي مساحة كبيرة خضرة معمولة من شجر الكينة يلي ممتدة على حد نهر الأولي ويلي دايماً كانت معروفة مكان للتنزه وللقاء العائلات، ومش بس من صيدا، كانوا يجولوا من بيروت ومن جنوب ومن الشمال حتى، ويلي بآخر سنتين نعمل سور حواليه وتسكر لفترة من بعد ما تحولت ملكيته من مالكينه لقدام يلي هن أصحاب البساتين لمستثمرين جدد بصيدا واللي هن يعني ناس متمولين وسياسيين. اشتغلنا كمان على موقع المينا وعلى موقع بحر العيد، موقع خليج اسكندر اللي قلنا أنه هو واحدة من المساحات الاجتماعية والطبيعية اللي كتير مهمة بصيدا تاريخياً. هو خليج معمول من صخور طبيعية وفيه آثار، وهو اليوم عم ينعمل فيه سنسول كبير ليتحول لمارينا لليخوت. اشتغلنا على منطقة البحر المالح اللي كانت شط كله عليه دباغات وبيحوي على جزء كبير من الاقتصاد المحلي تبع صيدا، واللي بلش ينردم فيه النفايات بالبحر من الثمانينات لحديد ما اليوم بلشوا يعملوا الردمية الكبيرة. وتلة النبي يحيى يلي كانت مكان على التلة وبتطل على باقي المدينة وعلى البحر، ويلي كان يصير فيها احتفالات النوروز للمجتمع الكردي اللي ساكن بصيدا. وبآخر 20 سنة تم البناء عليها كلها للأرض بدون أخذ بعين الاعتبار الأهمية الاجتماعية اللي كان عنده إياها هذا الموقع. فكل حدا من المشاركين اشتغل على واحدة من هول الأماكن. وموقع اللي بعد ما حكيت عنه هو موقع الشط الشمالي واللي هو عم بدير عنه جزء كبير من النقاش اليوم بصيدا. هذا المكان اللي هو شاطئ الرملة الشمالي تبع صيدا كان فيه من الأربعينات فندق صيدون معمر. فندق صيدون تهدم ب82 بالاجتياح الإسرائيلي، ومن وقتها دلت المساحة مفتوحة للناس ورجعت الناس بنت علاقة بديلة معها وبتروح تتنزه بهذا الموقع. اليوم في نقاش كتير كبير بصيدا يلي السلطة المحلية واللي هي البلدية عم تحاول من جهة أنه ترجع تبني هذا الفندق من خلال أولاً اللعب على نوستالجيا المدينة ورغبة الناس بأنه تكون مدينتهم مزدهرة، والتطلع بأنه تكون تشبه بيروت ومستقبلها يكون مثل مستقبل بيروت، ومن جهة تانية تغير كتير من القوانين كرمال يقدر ينزاد شو ممكن ينسمح بالبناء على هذا الشط. فواحدة من المواضيع الأساسية بالبحث كانت هذا النقاش اللي عم بيدور واللي كمان انطرح ضمن العروض اللي هلا حتحكي عنها تانيا. مشي التدليك هو أول مشروع اشتغلناه بشكل جماعي مع ناس غير محترفين. شاركنا معهم طريقة شغلنا وعملنا ورشات عمل عن الفن الحي التفاعلي وكمان البحوث المدنية وتجميع واستعمال تاريخ الشفوي. نفذنا سوا كتيب فيكم تاخذوا منه هون.
نفذنا سوا الكتيب وكمان عرض حدث عام صار على منطقة هيك مثل الحديقة على باب صيدا، أول صيدا اسمها كنايات البحر، وهيدي مكان كتير مهمل ومسيج، مسيجته البلدية. بس في مطرح العالم فيها تقطع عليه، قنعنا البلدية إنه تنطفه لحتى نقدر نستعمله. هو مكان كتير حلو، فيه شجر كينا ودغري قدام البحر. على هيدا المكان صار كل حدا من المشاركين عمل عرض حي تفاعلي خاص بموقع معين بصيدا. هيدا المشروع كمان استعار من جماليات ومفردات الجولات السياحية، بس بدل التغني بتاريخ صيدا العريق وخلق هيدا الرواية تبع اللبنانية الأصيلة، المشروع بيهتم بالعلاقة التاريخية والحالية للعالم، لعلاقتهم مع الأماكن العامة وخاصة علاقتهم مع الشط. بواحد من التمارين اللي بعدين صار جزء من العرض، اشتغلنا على رسم خرائط شخصية من قبل كل واحد أو واحدة من المشاركين. يعني كل واحد رسم كيف هو، شو أماكنه المفضلة بصيدا وكيف بيوصلها وشو في زوايا حواليها وأي دكان بحب يتوقف عليه، روايته الخاصة عن المكان. ومن هون طلع اسم مشي تدليك باللهجة الصيدوية، مشي تدليك على مكان المفضل اللي بيشبه مسرح مطل على البحر. من هون بتمرق صوب سهل الصباغ تلوع لتوصل على تلة مار الياس. مشي تدليك على جزء من الشط اللي كان معروف باسم البحر المالح مطرح ما جبل الزبالة. وحالياً وعديننا بمشروع حديقة عامة ومارينا لليخوتة تحت شعار الحلم أصبح حقيقة والجبل أصبح حديقة. ثلاثة من العروض أخذوا شكل قطع صوتية بيتسمع عليها الجمهور هن وعم بيتحنزقوا تزنزقوا أو هن وقاعدين أو هن وقاعدين تحت شجر الكينة. بتاخدهم على بتعرفهم على أماكن ممكن هن بيعرفوها أو أماكن ما بيعرفوها عم بيكتشفوها من جديد، مثل نهر سينيق، جورة الوحش، جورة الجمل، والاحتفال الشعبي السنوي اللي بيصير اللي اسمه بحر العيد. واحد كمان من العروض بيدعي الجمهور ليكتبوا رسالة موجهة للبلدية بيطالبوا فيها بحق معرفة مين بيملك الأرض المردومة مطرح جبل الزبالة اللي مساحتها 650 ألف متر مربع، يعني 5 أضعاف مساحة الدالية، والحق بمعرفة التخطيطات المستقبلية لهذا الموقع، والمطالبة بحق المشاركة بهذه القرارات. كمان واحد من العروض بيدعي الجمهور لقلب شخطورة صيد مع شاب فلسطيني صيداوي جده إجا عصيدة من مدينة حيفا بفلسطين بشخطورة صيد وعاش صياد، وبيه كمان طلع بحري وعاش ومات بصيدة بحري، لكن هو ما طلع بحري وبيخبر إنه بيقول السبب إنه حسب قوله من زمان بطل البحر يجيب رزقته. مرحبا، عم تسمعوني منيح؟ فيكن تعلوا صوت السماعات إذا اعتزتوا، أنا رح كون ماشي قدامكن. هون بتبلش رحلتنا قدام قصر سرسق. بيت سرسق ما كانوا طول عمرهم هون، شخصيات قصتنا انتقلوا أو هاجروا على بيروت وتركوا وراهم خبريات. أصل بيت سرسق من شمال تركيا، بعتتهم السلطنة العثمانية ليلموا ضرائب من لبنان. عاشوا بالبربارة بجبال على أرض للسلطان، وبأوائل القرن 19 نقلوا على بيروت. كانوا من العيال اللي فيها رجال أعمال عملوا اسم ومصاري لأنه كانوا صلة وصل بين الشركات الأوروبية والسفارات الأجنبية من جهة، والمزارعين ومصدر المواد المحلية من الجهة الثانية. بس قصتنا مش عن عائلة سرسق، قصتنا عن سلوى العاملة المنزلية اللي كانت تشتغل بقصر سرسق. رح نتبع نفس الخطوات اللي كانت تاخدهم سلوى لتنزل من مكان عملها بالقصر لعند بيت أهلها بمخيم الكارنتينا. بهيدا المقطع بلشت الرحلة اللي عملناها انطلاقاً من متحف سرسق الشهر الماضي. المتحف طلب منا نعمل مشروع فني للافتتاح،
بس قررنا أنه مشروعنا يكون عبارة عن رحلة من تلة سرسو نزولاً حتى حي الكارانتينا. أخذنا نفس الطريق اللي كانت تاخدها سلوى كل يوم من مكان عملها بقصر سرسو لبيت أهلها بالمخيم. سلوى خلقت بالكارانتينا من عائلة انتقلت من البقاع لتشتغل بأواخر العشرينات على البور. خلال جولتنا حكينا قصص أشخاص كانت سلوى تعرفهم وأماكن كانت تتردد عليهم. نزلنا عبر الطبقات التاريخية والاجتماعية للمدينة من أعلى تلال بيروت لأوطى نقطة فيها الكارانتينا، وقطعنا حدود لطالما فصلتها عن باقي المدينة. بلشنا بنزلة سرسو ودرج غلام، وبعدين مرقنا بحي الروم يلي كان مصيف للعائلات الغنية، وبعدين صار مكان للسكن للعائلات المسيحية يلي انتقلت من الجبل بعد مجزرة 1860. هالحي بالثلاثينات بطل محصور بالعائلات الغنية، صار يجي عليه عمال يشتغلوا بمؤسسات وشركات قريبة منه مثل سكة الحديد والمرفأ وشركة كهرباء لبنان ومعمل البيرة. بالخمسينات والستينات صار يقوي كتير من العيال المتوسطة الدخل والعاملة. كملت رحلتنا مروراً بدرج مسعد ودرج جعارة حتى وصلنا على الكارانتينا. الكارانتينا كانت أرض زراعية على البحر معروفة بشط الرملة. دلت أكترية الأراضي الزراعية حتى سنوات العشرينات لما وصل عليها الألاف من اللاجئين الأرمن وقعدوا بالمخيم. بعد بسنوات انضم عليهم لبنانيين فقراء اجوا من الجنوب والبقاع ليشتغلوا ببيروت، وكمان سكن فيها لاجئين فلسطينيين وعمال أجانب. فصارت الكارانتينا من أوائل التجمعات السكنية الفقيرة ببيروت. هون سكنت وماتت سلوى. والعرب كمان كانوا يعيشوا بالكارانتينا بحي اسمه الخضر. عاشوا فيه لأنه كان في المسلخ بالكارانتينا، وهن لأنه من وراء شغلهم بالمواشي اشتغلوا بالمسلخ وصار في عندهم تسمية اللي هي عرب المسلخ، اللي هي تسمية كتير بيكرهوها. العرب كانوا يتمشوا من بيوتهم بحي الخضر ليروحوا أيام الجمعة على الصلاة بجامع الخضر. بالخمسينات عملت الدولة أوتوستراد فصل الكارانتينا عن باقي المدينة، وصار حي الخضر بمال والجامع بالمال الثاني. ضلن سكان الحي من الخمسينات يقطعوا الأوتوستراد ركض بين السيارات ليوصلوا على الضفة الثانية، لحتى بنولن جسر مشاة بال2004 لما تجنسوا صار بدو أصوات، صار بدهم أصواتهم للانتخابات. على هيدا جسر المشاة خلصت رحلتنا وجولتنا من قصر سرسو. فوق أوتوستراد رسم حدود كتير واضحة بين ما يعتبر قاع المدينة وأعاليها. متى وقعت تلك العروض؟ بالعودة لمشروع لا شيء للتصريح، من بيروت خبرتكم أني طلعت عرارية، طلعت بسيارتي ولحقت خط الترين. كنت عم لاحظ أنا وعم بطلع أنه الطرقات اللي بيمرق فيها الترين كتير حلوة، يا بيقطع بالجبل يا بمناطق زراعية يا بيقطع بين البيوت أوقات. فكانت هذه الرحلة مميزة، بس كانت ما بتشبه أي رحلة تانية أخذتها قبل على البقاع، مع أنه دايماً بطلع على البقاع، بس ما بحياتي كنت منتبهة أنه في طرقات موجودة أصلاً، وفي محطات ما كنت بعرف أنها معمرة أصلاً. فالفرق أنه هالرحلة كان هدفها البحث، بالإضافة إلى أنها مصورة. فهي طبعاً مثل ما قلتكم ما بتشبه أي رحلة قبلها، لأني أنا بعرف أني عم بتصور، وبعرف أني عم بأدي دور أني أنا عم بكتشف، ولو أني أنا عن جد عم بكتشف. أنا عم وثق خبرتي ووثق شو عم شوف، وكمان عم أدي دوري كبترا عم تفتش على سكك الحديد والمحطات. بتأديتي لهذا الدور أصبح العرض الأول للا شيء للتصريح هو أثناء التصوير. عناصر العرض الأساسية هي الكاميرا يلي كانت كاميرا كبيرة مش ممكن تتخبى، سوني 150، والسيارة. أما الجمهور فكان كل شخص التقينا فيه على الطريق، إن كان الجيش أو أهالي المنطقة يلي عم نمرق فيها أو العاملين السابقين بمصلحة السكك.
بكل العرض الجمهور كان عم بيقرر مسار العرض وكيف بده يصير. فمثلا الجيش لما وقفني مرتين قرر يمحي شقفتين من العرض. خلال هالعملية قام بمشاهدة الأولى للعرض ولا أدائه بهذا العرض ولا صورة الجيش اللبناني يلي عم يتمثل بهذا العرض. فطبعا طلب مني محي هدول الشقفتين بمساعدتي، فكنت موجودة لما محى هول الشقفات من العرض. فأذن الأديتينج التقطيع للرحلة بلش خلال التصوير، وبهذه العملية انضاف حواجز على الفيلم وعلى الرحلة وعلى المشاهد اللي هو أنتو من بعدها. الكاميرا سببت خطر على الصورة اللي بتمثل الجيش أو الصورة اللي بتمثل محطة القطار، ومنشان هيك مثلاً مصلحة النقل بتقبل تخلينا نصور المحطات إذا دفعنا، لأنه إذا دفعنا منكون عوضنا عن الصورة العاطلة بنظرهم لمحطات القطار. أما الجيش فصورته ما بتنبع فتنقطع، وبهيدي القطعة منكون قطعنا من منطقة لأخرى من خلال الرقابة ومن حالة إلى أخرى. هذا العرض فينا نقول عنه هو عرض تفاعلي مرتجل، ومثل أي عرض مرتجل بيكون في شيء متفقين عليه مقرر، بينما شو بيصير من نقطة ألف لنقطة ب هو بينترك للحظة. وأنا كممثلة كان لازم أكون جاهزة لأي شيء بيصير معي وعلى أساسه أتصرف، وهيك صار. فمثلاً في بعروض تانية كمان بيصيروا هالأشياء، صار بعرض هذا البحر لي تانية كانت تبلش العرض قبل ما يوصل الجمهور، كنا نبعتها تروح تغطس تغطس بالبحر، تكون عم تسبح بالمي قبل ما يوصل الجمهور يلي لحقها مع الصياد لقلب البحر. وهي هونيك كانت تتلاقى أوقات بالصيادين أوقات بغطاسين، وكل مرة كان يصير مع يخبروها خبريات أو يصير معها حادثة. واحدة من الحوادث هي مرة واحد من اللي عم بيشكوا قال لها بتعرفي إنه هيدا مجرور اللي عم تسبحي فيه؟ فتانيا طبعاً ما فيها تغير مسارة لأنه ناطرة الجمهور، فكملت تسبح بالمجرور. بس الخبرية إنه هيدي الخبرية ما خلصت هون، الخبرية انزادت على العرض وصارت جزء من العرض بالأيام الثانية. وكمان أي خبرية كنا نحن بنحصل عليها من الجمهور أو من أي شخص بنتلاقى فيه بالعرض كنا نزيدها على هذا العرض. فإذن كانوا يكونوا العروض بتغير مستمر. من الأشياء كمان اللي بتجذبنا بفن العروض الحية إنه عابر إفمرل، بيحدث بمكان ووقت معين أمام بعض الأشخاص اللي شاركوا فيه وبيختفي مع الوقت، لا يبقى منه بس أرشيف صور، فيديوهات، مقالات أو قطع صوتية. بس لاحظنا أنه حياة العروض اللي اشتغلناها ضمن المجموعة مختلفة شوي عن حياة العروض الثانية اللي ممكن نحن اشتغلنا عليها لحالنا. مثل ما قالت بترا، الحدث الحي بهيدي المشاريع أوقات كان عم يحدث قبل ما يندع الجمهور، بتواجدنا بأماكن معينة متنازع عليها، والشغل المتواصل على بناء علاقات مع مجتمعات ما كنا منعرف كتير عنها، مثل مجتمع الصيادين، الغطاسين أو ناشطين محليين بمكان بمدينة معينة، وقطع لحدود مرسوم إلنا كمواطنين أو كفنانين أو كناشطين أو كنساء. في صديق سألنا مرة خلال محاضرة كانت بالجامعة الأمريكية أمتين هيدا العروض بتخلص؟ وقتها جاوبنا أنه ممكن ما تخلص، حياتها مستمرة خلال استعمالها بمشاريع تانية، استعمال نتائج البحث بحملات نشاط سياسي أو بمقالات صحفية، من خلال قصص المشاركين اللي بنوا ذاكرة جماعية مع مكان العرض يلي عادة بيكون متنازع عليه مثل الدالية. بالتالي هيدا العروض عم تتحول لأشياء تانية، جزء منه فني، جزء منه سياسي أو بحثي أو حتى قانوني. سألنا حالنا
عن الوقت اللي حدث فيه العرض مثل مشروع لشيء للتصريح، لأنه بلش هو على شكل رحلات منلحق خط الترين كل واحد من ميلة، ورجع تحول لعرض أدائي وبعدين لكتيب وفيديو يلي هن معروضين حالياً هون. سألنا حالنا هل العرض كان وقتها شاركنا نتائج البحث مع جمهور، أو لما أدينا أدوار مختلفة على حواجز أو معابر، أو بس اضطرينا نتصرف بطريقة مختلفة بمناطق مختلفة، أو بس واجهنا الحدود بعكار أو بالنقورة أو بالبقاع مع كل مشاكلها التاريخية والحالية. هل كان أدائنا بس توقفنا على حواجز الجيش لأنه صورنا بأماكن ممنوع نصور فيها وبعدين خلونا نفل دغري لأن منظرنا نحن ثلاثة بالمجتمع الذكوري بيعتبر أنه ما منشكل أي خطر سياسي أو أمني؟ يمكن العرض الأساسي صار خلال هيدي الرحلات بكل مجازفاتها ودرامياتها، أو ببساطة بيصير كل مرة منشارك شغلنا مع جمهور. شكراً.